السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم الجديد. أعلن نادي اتحاد العاصمة عن عقده لصفقتين جديدتين ظاهرة اليوم الاثنين، بضمه لكل من سعد رضواني وفتح عاشور على التوالي. ورحبت الصفحة الرسمية للياسمة بالظاهرين السابقين لكل من وفاق سطيف واتحاد بالعباس، واللذين سيقدمان لوسائل الإعلام عشية اليوم. وبتمكن أبناء سوستارا من ضم اللاعبين السالف ذكرهما، فإن عنتر يحيى يكون قد دخل سوق التحويلات لصيف 2020، وسيتنافس رضواني وعاشور على مركز الظهير الأيمن لخلافة المخضرم ربيع مفتاح الذي غادر الفريق الأحمر بصفة رسمية. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد عن عالم الساحرة المستديرة لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.